thank you مساء الخير لك المشاهدين ومتابعينا حلقة جديدة من لما الشمل أنا ويارا مساء الخير لك أيها وأيضا لمشاهدينا بتمنى تكونوا بأفضل حال خلونا نشوف شو مواضيعنا سوا لليوم خياط يحيي حياكة الملابس التراثية السورية في مدينة غازي عنتاب وفي موضوعنا الرئيس تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا المعلم في يومه العالمي رسالة متجذرة وشخصية معطاء أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي العدد إلى 4366 إصابة كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة واحدة ليبلغ عدد الوفيات الكلي 205، وفي المقابل تم تسجيل عشرة حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 1155 حالة مسجلة. حذر الدكتور عصام الأمين مدير مشفى المواساة المواطنين من التراخي في تنفيذ إجراءات إجراءات الوقاية من فيروس كورونا محذرا من موجة ثانية قد تشهدها مناطق سيطرة النظام. ولم يحدد مدير المشفى موعدا محددا لعودة ارتفاع مؤشر منحنى الفيروس في سوريا، موضحا أن مشفى المواساة يعمل على التكيف مع التغييرات لمواجهة كورونا مثل التوازن بعدد الأجنحة والأسرة وما يقتضيه من افتتاح لاقسام جديده او اغلاقها او استقبال المرضى بكل مجالات العلاج او عدمه على حد تعبيره ننتقل إلى مناطق شمال وشرقي سوريا حيث أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية عن تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل الحالات إلى 2818 شخص في مناطق سيطرتها كما وسجلت عشر حالات شفاء من الفيروس ليبلغ عدد المتعافين 496 حالة في حين وصل مجمل أعداد الوفيات إلى 69 حالة أغلقت الإدارة الذاتية عدة مدارس في قرية حوايج مسعى بريف دير الزور الغربي بسبب تفشي فيروس كورونا بين الطلاب. واشارت مصادر خاصه لموقع تلفزيون سوريا الى, أنها إلى انه تم التاكد من اصابه اربعه طلاب في المرحله الاعداديه ضمن القريه اضافه لارسال عينات خاصه بخمسه معلمين الى مركز التحليل في القامشلي الى شمال غربي سوريا حيث سجلت شبكه الانذار المبكر والاستجابه للاوبئه 35 اصابه جديده بفيروس كورونا ليبلغ مجمل عدد الحالات 1225 اصابه دون تسجيل حالات وفاه كما واعلنت الشبكه عبر بيان لها شفاء 39 حاله ليبلغ عدد المتعافين الكلي 688 حالة في مناطق شمال غربي سوريا حددت لجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام أسعار ست مواد غذائية أساسية بحالتي البيع بالجملة وللمستهلك نقلت وكالة إعلام النظام سانا أيضا تعميما صادرا عن اللجنة حددت فيه أسعار السكر والزيت والأرز والبرغل واللحمة البيضاء والحمراء والبيض يذكر ان حكومه النظام كانت قد اعلنت في تموز الماضي عن رفع اسعار مادتي السكر والرز عبر ما يطلق عليها البطاقه الذكيه حيث ارتفع سعر مبيع كيلو السكر المدعوم الى 800 ليره سوريه بينما ارتفع سعر مبيع كيلو الارز الى 900 ليره أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام طلال البرازي أمس الأحد عن موافقته على تحرير سعر البنزين مؤكدا أنه على الطبقة التي تمتلك سيارات تحمل زيادة سعره لحد تعبيره. ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن البرازي أنه يؤيد ما طرحه بعض أعضاء مجلس الشعب حول موضوع تحرير سعر البنزين لأن هذا الأمر يحتاج إلى قرار حكومي. واعتبر البرازي أن الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين هو أن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت 70 ألف ليرة سورية وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضات الحكومة للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا ناصر زهير باحث في الاقتصاد السياسي أهلا بك مساء الخير. مساء النور تحياتي لكم. ما هي قراءتك لتصريحات وزير التجارة بخصوص تحرير سعر البنزين؟ هل فعلا سيتم تحرير سعر البنزين أو هو مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي؟ يعني اعتقد هي محاوله لطرح احد الحلول او بان الحكومه ستتحرك باتجاه ما لحل مشكله البنزين ولكن هذا الاتجاه لن يحل المشكله ستكون هناك مشاكل اقتصاديه اكبر على هذا الاتجاه لان سعر البنزين سيعني زياده السعر ليكون على المستوى العالمي ان يكون هناك اليات تطبق في مثل هذه الحالات في دول اخرى بان يعني يتم التعويض الطبقات الوسطى او الادنى عن زياده السرعه ولكن ايضا مثلا النقل زياده اسعار التذاكر، م. ان يكون هناك بالنسبة للسيارات الاجرة، ما طبعاً. هي الاليات م. الواضحة؟ كل هذه الامور ليست واضحة، وبالتالي إذا ما تم التطبيق سيحتاج إلى منظومة متكاملة حتى نرى نتائج ايجابية، ولكن هذه المنظومة غير موجودة الان لدى الحكومة أو حكومة النظام، أيضا لا توجد آليات، يعني بمعنى حتى تقديم الدعم النقدي هذا سيحتاج إلى مبالغ طائلة هي غير موجودة الآن، ولكن هي أحد الحلول التي سيتم مناقشتها إلى أن يتم إيجاد حل لمشكلة البنزين، ولكن هذا الحل لا أعتقد بأنه موجود في هذه الفترة لأن هناك آليات أخرى تحكم الأمور أكثر ولكن من حتى لو طبق هذا الحل لن نتخلص من طوابير الوقوف على الكازيات بالتأكيد لا، لأن المشكلة ليست في السعر، المشكلة م. هي في الكميات أو في آليات تواجد البنزين، يعني بمعنى عندما يحدد يتم تحرير السعر لن يكون هناك طبقات لن تشتري البنزين ستبقى المشكلة هي نفسها عندما يكون هناك إمكانية مم. لتوفير البنزين بأسعار أعلى وفرة. أن نقول بأن المشكلة ستحاول أو إذا كان هناك أيضا لاستيراد البنزين حتى لو كان السعر أعلى هنا مم. يمكن أن نقول بأن المشكلة سيتم حلها ولكن هذه الإمكانية غير موجودة الآن بالتالي مم. هي فقط عملية التفاف يعني بمعنى مم. عملية آليات أن يكون هناك التفاف على ما يجري الآن وأن تم طرح حل ما ولكن هذا الحل غير مجدي على المدى الطويل طب هل تتوقع زيادة في الأيام القادمة إذا لأسعار البنزين وبالتالي سيكون إذا زاد سعر البنزين والمحروقات ربما سيكون هناك أيضا زيادات أخرى بالمواد الأولية مثل الخبز وغيره بالتأكيد إذا ما تم زيادة أسعار البنزين أو حتى دعينا نقول أسعار المحروقات بشكل كامل سيكون هناك زياده بكل الاسعار او بكل اسعار المواد الاساسيه لان كل هذه الامور مرتبطه باسعار المحروقات و هنا سيتم النظر الى التعويض تم الحديث عن منح تعويضات للطبقه التي يصل راتبها اقل من 70 الف ليره سوريه يعني هنا نتحدث عن تعويضات غير مجديه بالاساس او حتى اليه الراتب من الاساس لا تكفي الى معيشه المواطن السوري او دعينا نقول العائله السوريه بالتالي هذه حلول وهميه اذا في, في, في نعم حلول وهميه وهذه الحلول تطبق في دول لديها نظام نقي او نظام اقتصادي متكامل م لا يشوبه الفساد لا يشوبه او لديهم فيها, فيها اكتفاء على الاقل الحقيقه الصوت يبدو متقطعا بكل الاحوال بدنا الاستاذ ناصر زهير باحث بالاقتصاد السياسي شكرا جزيلا شكرا لك على المعلومات اللي قدمت شكرا أظهرت صور حصل عليها موقع تلفزيون سوريا اليوم أو البارحة وجود كميات كبيرة من ركام المنازل الذي يغطي الشوارع في الأحياء التي سيطر عليها النظام والميليشيات الإيرانية بدعم روسي نهاية عام 2017. وتدعي وسائل إعلام النظام في مدينة دير الزور أن مؤسسات النظام قامت بإزالة الركام الذي خلفته العمليات العسكرية على تلك الأحياء. إلا أن مصادر محلية أكدت لموقع تلفزيون سوريا أن الركام منتشر بكميات كبيرة جدا في الأحياء شفت مصادر إعلامية عن اتفاق حصل بين مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية على تفريغ مخيم الهول بريف الحسكة من السوريين والإبقاء على الأجانب فقط يشار الى ان مخيم الهول بريف الحسكه يضم مئات العائلات السوريه وبدات خلال الاشهر الاخيره الاداره الذاتيه بالسماح لبعض هذه العائلات بالمغادره. اعلنت المؤسسه العامه للحبوب التابعه لوزاره الماليه والاقتصاد في الحكومه السوريه المؤقته عن بدء عمليات تسلم الحبوب بمركز راس العين شمال شرقي سوريا. ونشرت الحكومة المؤقتة على موقعها الإلكتروني تصريحاً لمدير عام الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب أن عملية تحليل القمح وتسعيره تتم حسب الدرجة وفق المقاييس الرسمية والسعر الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، وأنه تم شراء كمية 100 طن من القمح الطري. يعيش المرضى في شمال غرب سوريا اوضاعا صعبه مع اغلاق المعابر من الجانب التركي وعدم وجود اليه واضحه لدخولهم المشافي التركيه وتلقي العلاج. المزيد عن هذا الموضوع في التقرير التالي. هجروا من بيوتهم ومدنهم مكرهين واقاموا في مخيمات ظنوا انها مؤقته ليطول بهم الوقت وتشتد عليهم قسوه الحياه. انهم المهجرون في مخيمات شمال غربي سوريا الحالات الطبيه الحرجه كانت وما تزال تؤرق سكان هذه المنطقه فمع ضعف الامكانيات الطبيه وعدم وجود كوادر واجهزه قادره على علاجها يبقى الامل الوحيد هو العبور الى الجانب التركي من الحدود لتلقي العنايه الطبيه اللازمه لكن هذا العبور حددته السلطات التركيه بدخول مرضى السرطان والحالات الاسعافيه اما باقي الحالات التي تصنف على انها بارده فينتظر اصحابها على امل الدخول والتي نجح بعضها عبر مناشدات تصل الى الجانب التركي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. اغلاق السلطات التركيه معبر باب الهوى كاجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا زاد من ماساه المرضى ما اغلق معه امال مئات الحالات التي تنتظر الدخول العاجله لتلقي العلاج. ومن يحالفه الحظ بالدخول يواجه مشكلة عدم السماح بمرافقته ومساندته في رحلة العلاج داخل المشافي التركية، ما يعرضهم للاهمال وعدم الاهتمام وصعوبات التواصل بسبب اللغة. حالات انسانية قد تتفاقم ما لم نجد لها حلولا جذرية، اما بتطوير الامكانيات الطبية في هذه المناطق او البحث عن الية تسمح بالدخول الميسر لهؤلاء المرضى الى الجانب التركي. كي لا يبقوا رازحين تحت آلامهم ويرسلون صرخاتهم لعل احدا يسمعهم تستمر عمليات تهريب الاشخاص من لبنان في البحر الابيض المتوسط عبر زوارق بحريه صغيره وياتي ذلك نتيجه تازم الوضع الاقتصادي في لبنان والضغوط التي تواجه اللبنانيين والسوريين على حد سواء وبحسب مراسله تلفزيون سوريا فقد اوقفت وحدات من القوات البحريه في الجيش اللبناني مركبا يستخدم في تهريب اشخاص واحبطت عمليه تهريب سبعه وثلاثين شخصا اربعه وثلاثون سوريا بينهم سبعه اطفال وثلاث نساء اضافه الى لبنانيين اثنين وفلسطيني واحد للحديث عن هذا الموضوع معنا نور طوق مراسلة تلفزيون سوريا من لبنان مرحبا بك نور اهلا بك لو تحدثينا عن هذه العمليات الاخيره يعني كيف تم القاء القبض على اللي عم بيحاولوا يهربوا من قبل القوات البحريه نعم آه هذه الظاهره آه يعني بدات تظهر مؤخرا في لبنان بشكل كبير وواسع بسبب الازمات الازمه الاقتصاديه ويعني تراجع اوضاع الاوضاع المعيشيه عند المواطنين اللبنانيين وايضا عند اللاجئين السوريين <applause> آه هذه هذا القارب الذي كان يضم 37 شخصا كان من بينهم 34 سوريا <applause> آه سبع نساء وعفوا سبع اطفال وثلاث نساء من بين هؤلاء ومواطنين لبنانيين وفلسطيني واخر فلسطيني تم ضبطهم من قبل فرق الجيش الفرق البحريه التابعه للجيش اللبناني مقابل شواطئ طرابلس شمال لبنان عند نقطه جزر الرمتين تحديدا هذه الجزر المقابله للشواطئ يعني للميناء للميناء في طرابلس تم ضبط هذه هذا القارب واعيد اعيد كل من كانوا يعني على هذا القارب الى الى منطقه طرابلس مم. وتم توقيف ايضا يعني بعض الملاحقه طب تم كيف يتم اعادتهم نور تتم نعم تتم اعادتهم الى اماكن معينه ام فقط هم يعيدونهم الى البر هل يتم يعني حجزهم يعني... 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 يعيدونهم يعني... الى البر مم. الى البر ويتم توقيف المنظم لهذه العمليه وصاحب القارب الذي آه... الذي لتنفيذ هذه العمليه ولكن الاشخاص الذين يعودون الى البر، يعني حتى الساعه ليس هناك من يؤمن معيشتهم يعني بعد عودتهم م. الى المناطق التي م. كانوا يقطنون فيها. نعم هي تعتبر يعني فعلا ظاهره جديده وهذا الطريق خطر جدا لانه طويل ولم نعتد السماع عنه كطريق عن للتهريب. نعم. من, من اين ياتي الراغبون بالهجره؟ هل هم من سكان المخيمات ام من سكان المدن اللبنانية نور نعم يعني هؤلاء يأتون من مختلف من يعني من البيئات من بيئات مختلفة من كان من مخيمات اللاجئين في منطقة طرابلس شمال لبنان أو من من المنطقة بحد ذاتها طرابلس هناك عدد كبير من السوريين الذين يقطنون في هذه المنطقة وأوضاعهم صعبة جدا يعني الجميع يعلم أن الوضع المعيشي في لبنان اليوم يتأزم بشكل كبير ويؤثر على على كل الذين يسكنون في لبنان لا سيما في شمال لبنان هذه المنطقه طرابلس المعروفه اصلا منذ سنين بالفقر المفقع التي تعيش في ظله هذه المنطقه لذلك الاوضاع هناك صعبه جدا وهناك نوع من الاسلام عند كل من يقطن في هذه المنطقه كنا راينا منذ شهر تقريبا القارب الذي اطلق عليه اسم قارب الموت الذي كان على متنه اكثر من 55 شخصا وقسم كبير منهم توفي والقسم الاخر عاد الى طرابلس صحيح. لا يملك اي شيء لانه لانه باع كل املاكه ويعني كل ما يملك للتمكن من الدفع والسفر عبر هل يتم بما انك ذكرتي موضوع الدفع نور هل يتم اعاده هذه المبالغ لهؤلاء يعني عم تقولي انه سلطات عم عم تاخذ المهرب فالاموال اللي عم يدفعوها للمهرب هل عم ترجع لأهل لاصحابها؟ على الاقل يعني يكون لا كلا ليس هناك تعويض ولكن للاسف يعني المشكله الاكبر في هذا الموضوع درجة الاستسلام الذي وصل اليها يعني التي وصل اليها السكان في لبنان يعني تجعلهم في كل مرة يصدقون المهربين هذه مشكلة أساسية لأن المهربين يحتلون عليهم يعني ياخذونهم الى نصف البحر او الى نصف المسافه وهناك يتركونهم في سبيلهم ليس هناك من يواجههم في خارطه طريق واضحه ولذلك كان مصير قارب الموت صعب جدا وحتى مصير هذه القوارب الحاليه يعني عدد كبير من الذين يعني أه نور عنا عنا مثل شعبي بيقول شو جب شو جبرك على المر غير الأمر يعني اكيد لو ما هن عم بيدوقوا الموت وهن قاعدين ما كانوا يعني ممكن ي... طلعوا بهيك طريق خط... خطر. طريقه خطره للاسف شكرا لك بكل الاحوال على هذه المعلومات مراسله تلفزيون سوريا من لبنان نور طوق شكرا جزيلا شكرا لك. لكي. يعمل الخياط أبو علي عبر ورشته الصغيرة على إنتاج وبيع الملابس التراثية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية، يبيع هذه الملابس لعشاقها ولفرق الرقص العربي والعادل والتفاصيل في هذا التقرير. في هذه الدكانة الصغيرة وسط سوق مدينة غازي عنتاب الشعبي في تركيا، يعمل أبو علي الحلبي على تفصيل وخياطة الملابس التراثية السورية. وهي مهنته التي نقلها من مدينته حلب لدى قدومه إلى تركيا منذ خمس سنوات لهذه الجلبية الحلبية أصول في الخياطة والتطريز والتخريج كما يقول هل لباس الحلبي دائما بتميز في تخريجه في تطريزه في نحن على لمسه خاصه فينا نحن نظام الحلبيه طبعا في مثال بيصير تطريزه على الكم او تخريجه على الكم نحن بشكل عام الصدر كمان بنشتغل نظام الصدر يعني أكثر شيء الحموي الحموي له رسمة خاصة أولا في ناس عادات يعني العادة لبسها هي جلابية لأساس لبس حياتها في جلابية الثاني آه يعني في ناس بالرقص العربي مثال بالفرق العربية مثال هذا بيطلبوا هذا اللبس وأكثر الأوقات كتراث في هذه الأيام قد لا يرتدي هذه الملابس سوى فرق الرقص التراثي بالإضافة إلى ذلك العديد من الذين اعتادوا ارتداءها ولم يتركوا هذه العادة عند خروجهم من سوريا ويحاول عليه تعلم الحرفة من والده لنقلها إلى الأجيال الجديدة على أصولها نحن جيل الشباب اللي كنا بعمر صغير جينا على تركيا والأكترية ما بيعرفوا اللباس القديم والتراث القديم أنا عم بتعلم المصلحة من والدي و... ومشان ننقلها للشباب والجيل اللي بعدنا ولازم نحيي هاي المصلحة لانه هي الملابس التراثيه بتذكرنا بسوريا وببلدنا وبالاخص حلب. فن يمتزج فيه الرسم والتطريز وفن التفصيل والخياطه لينتج في النهايه هذه الملابس التي يعتبرها عشاقها بانها قطعه فنيه من عبق التراث. لا يزال لهذه الملابس التراثيه السوريه مكان ومكانه لدى السوريين حتى في غربتهم تحيي ذكرى بلادهم ومدينتهم. كما يقولون والعادل عادل تلفزيون سوريا مدينه غازي عنتاب جنوب تركيا حذرت منظمه اطباء بلا حدود من سوء الاوضاع الانسانيه بمخيم فاني بجزيره ساموس اليونانيه نعم يعيش في هذا المخيم نحو 4500 شخص من بينهم ألف طفل ويخشى سكانه من ان يلقوا مصير مخيم موريا في جزيره ليسبوس بعد الحريق الأخير الذي ألم به التفاصيل في هذا التقرير بعد مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية يبدو أن مخيم فاثي في جزيرة ساموس على موعد مع مأساة قريبة حيث اندلع حريق التهم خيمات اللاجئين وترك أربعة ألاف وخمسمائة لاجئ في أوضاع مأساوية تشبه تلك التي ألمت بمخيم موريا سابقاً في السياق ذاته حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من سوء أوضاع مخيم فاثي في جزيرة ساموس اليونانية، وتشبيهه بما حدث بمخيم موريا في جزيرة ليسبوس في أعقاب حريقه، وبحسب المنظمة فإن مئات الأشخاص بحاجة إلى رعاية وينتمون إلى الفئة الخطرة المعرضة للإصابة بفيروس كورونا، علمًا أنه تم الكشف عن انتشار فيروس سارس، إذ تم تشخيص 50 إصابة في المخيم. وقفات احتجاجيه مطالبه باستقبال اللاجئين الناجين من المخيمات اليونانيه خرجت من الدول الاوروبيه كالمانيا والنمسا ودول اخرى اثر الكارثه التي حلت بالاف اللاجئين في موريا بليسبوس بعد أن التحفوا السماء في أعقاب حريق نهش مخيماتهم الرتة، سياسيون وممثلون من المجتمع المدني حذروا من تدهور الأوضاع في المخيمات اليونانية الأخرى بعد الحريق الذي أصاب مخيم موريا قبل ثلاثة أسابيع. وفي نداء تم توقيعه من قبل منظمات المجتمع المدني وشاركهم فيه بعض رؤساء البلديات في ألمانيا، تم التأكيد على ضرورة تلافي الأوضاع السيئة في المخيمات اليونانية، وعدم السماح لتكرار مثل هذه الحوادث. عائله مكونه من خمسه مهندسين انتقلوا للعيش في مدينه مرسيليا الفرنسيه واتخذوا قرارا جماعيا بافتتاح مطعم للوجبات السوريه. المزيد في هذا التقرير. اسمي مجد الابراهيم بالاصل من سكان مدينه دير الزور طبعا نحن ثلاث شباب انا عندي اخي الكبير مهند الابراهيم خريج هندسه زراعيه من دير الزور اخي الوسطاني فراس خريج هندسه بترول وانا كمان خريج هندسه بترول عندي والدي دكتور خريج هندسه زراعيه هو كمان وعمل الدكتوراه هون بفرنسا، والدتي كمان مهندسه زراعيه، طبعا انا واخواتي جنب الدراسه كنا عم نشتغل كمان، اشتغلنا بالتجاره، اشتغلنا بمدينه الرقه، عملنا شويه تجاره، اشتغلنا بالالبسه النسائيه مثلا بالمكياجات، بالشناتي واجهتنا كثير صعوبات يعني من بيناتها كان انه نحن ما معنا وراء ما فينا نستاجر بيت يعني، قعدنا بالفنادق تقريبا بحدود الشهرين بعدين قعدنا ببيت يعني بالاسود وبتعرف انت بالاسود لما بدك تقعد بدك تدفع كذا كذا شهر لقدام وبدك تدفع الاجره دبل يعني كثير صعبه كانت طبعا غير مشكله اللغه. ماجد الاحمد بيك من سوريا طبعا بالاصل من دير الزور وحتى الجامعه درست هناك عندي شبين البترول وشب مهندس زراعي وانا مهندس زراعي كنا بالدير بعدين انتقلنا على الرقه كون انه الوضع دير الزور ما كان يطاق فتمينا شي سنتين يعني بعدين الوضع ما عاد يعني يطاق فطلعنا على تركيا بعدها كملنا على القاره وقدمنا على السفاره الفرنسيه مشان اخذ الفيز والحمد لله اجت الموافقه بعد شهرين كانت موعد وصولنا هو 8/11/2013 فكرنا يعني انه هو معقول الواحد يعني يضل هيك انه لازم يشتغل لازم يحس بكيانه بوجوده ما احنا متعودين بصراحه انه نبرك هيك حاولنا ضمن مجالاتنا ما في شيء بالاخص يعني هون بمرسيليا مثلا ضمن الزراعة ما في شيء ضمن البترول ما في شيء يعني أكثر شيء هون المتعارف عليه إنه مشان تعرف على حضارتك ثقافتك يا طبخك يا أي شيء ثاني فطلع بالنا مشروع المطعم كوني أنا بصراحة بالنسبة للطبخ يعني هواية نفس الشيء بالنسبة لأولادي كانوا بالجامعة دائما يسألوني ما, ما يحبوا طبخ الجاهز ففتحنا المطعم وسمينا اشوريا مشان يعرف كل العالم انه كان في عندنا حضاره ولازلنا وسوف نظل عريقين حاولنا انه عن طريق معارف اصدقاء الكل ما بدكم هالمشروع و... وفي صعوبات اداريه و... وتكلف يعني شغلات كثير فقلنا ما في مشكله يعني لازم انه نعمل هالشيء هذا والحمد لله توفقنا يعني بناس أرشدونا كيف يعني نبلش بالنسبة لرأي الزباين، الزباين بشكل عام كثير مبسوطين، طبعا الأغلبية أوروبيين اللي عم يجوا لهون بتعرف أنت لأنه دائما عندهم فضول أن يكتشفوا حضارات ثانية، مطابخ ثانية، بالأخص أنه مطبخ الموية أورينت اللي هو الشرق الأوسط، لأن اللي معروف عندهم هو المطبخ الجزائر المغربي اللي هو يعني المغرب العربي بشكل عام. بيعرفوا بس المطبخ اللبناني بس ما انه نحن بنعمل طبخ بيت يعني في شيء بيجذبهم وبالاخص الديكور اللي نحن عاملينه جو المطعم يعني في تاريخ في قصه يعني فيك تشوف اللقاء مثلا سواء على الفيسبوك ولا تخب ادفايزر ولا انستغرام ولا على الجوجل زباين كلياتهم مبسوطين يعني والعلامات دائما خمسة على خمسة وكل الامور تمام الحمد لله مشاهدينا فاصل وتتابعونا بعده تزايد حالات, حالات الاصابه بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا